طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم نرحب بحضراتكم في لقاء متجدد لمادة الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية. نبدأ على بركة الله الوحدة الأولى، وهي مقسمة إلى 4 دروس. الدرس الأول بنتكلم فيه عن مفهوم الدولة والفرق بين الدولة والأمة وأنواع الدول حسب النظام السياسي والإداري. ما هي العاصمة؟ ما أنواع العواصم؟ ما أهمية العاصمة؟ حضرتك لما تشتغل في تعريف الجغرافيا السياسية في الدرس التمهيدي، التعريف عبارة عن توصيف وشرح كامل للوحدة الأولى. بمعنى لما قال لي الجغرافيا السياسية هي أحد فروع الجغرافيا البشرية التي تدرس المقومات الطبيعية والمقومات البشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير ذلك في قواتها السياسية وعلاقاتها الخارجية. لما نيجي ندرس التعريف ده بتوصيف دقيق، نتأكد تماما أن الغاية الأولى والهدف الأول من دراسة علم الجغرافيا السياسية هي الدولة. الخريطة اللي قدامي دي يا ولادي هي خريطة الدول، هي الخريطة السياسية التي توضح مجموعة من الدول تتباين في الشكل والمساحة والموقع، سواء كان موقع فلكي أو موقع جغرافي. بداية الوحدة الأولى أنا عايز أقول لنفسي يعني إيه دولة؟ وإزاي الدولة تكونت؟ وإيه أركان الدولة؟ طب أنا بسمع عن مصطلح اسم الأمة، ما معنى الأمة؟ ما مفهوم الأمة؟ كيف تكونت الأمم؟ ما السمات التي تميز الدولة عن الأمة والتي تميز الأمة عن الدولة؟ في الدرس الثاني من الوحدة الأولى نبدأ بقى نقول إيه؟ ندخل جوه الدولة ونقول إيه؟ إيه اللي بيميزها؟ بتميزها مجموعة من المقومات، تنقسم المجموعتين المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. لما هشتغل على المقومات الطبيعية هدرس مجموعة من العناصر، موقع الدولة سواء الموقع الفلكي أو الموقع الجغرافي، شكل الدولة وأثر على قواتها، النبات الطبيعي، المناخ في الدولة. يتنقل في الدرس الثالث يا أولاد للوحدة الأولى على عنصرين أساسيين هم المقومات البشرية لقوة الدولة: السكان والموارد الاقتصادية. قوة الدولة الاقتصادية قوتها العسكرية وهكذا. ينهي الوحدة الأولى بدراسة التنظيم الداخلي، هنشتغل على مادة الانتخابات، كيف يتم الإجراء الانتخابي، القوة التنظيمية للدولة عبارة عن مجموعة من الحلقات بتكمل بعضها البعض. تعالوا ندقق النظر في مفهوم الدولة ومفهوم الأمة على خريطة العالم السياسي. الدولة هي محور دراسة الجغرافيا السياسية. أنا جبت دي منين؟ أيوة، أنا قايل في تعريف الجغرافيا السياسية بالفعل إن الهدف الرئيسي
من دراسة الجغرافيا السياسية هو دراسة الدولة. إذن ما معنى الدولة؟ الدولة هي وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض. هي وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض وتضم سكانا دائمين وتحكمها سلطة عليا ذات سيادة. والمقصود بالسلطة يا أولادي الحكومة المسؤولة عن إدارة البلاد من الناحية الداخلية والناحية الخارجية. الحكاية بدأت منين؟ خلونا نقولها كده بطريقة مبسطة جميلة. نتخيل أن مجتمعات العالم كانت تجاور بعضها البعض، والأعداد في تزايد مستمر، فتقترب المجتمعات من بعضها، إيه اللي هيحصل؟ احتكاك ونزاعات حول مناطق ممتلئة الموارد. ينتهي الأمر بتوقيع اتفاقيات بينهما، وهي رسم الحدود. علشان كده بنقول إيه يا أولادي؟ برسم الحدود السياسية ظهرت الدول وتباينت الدول من حيث الموقع والمساحة والشكل. يبقى ارتبط قيام الدولة كعناصر أساسية لقيامها برسم الحدود السياسية بين الدول. لما أقف كده وأعمل وقفة جغرافية أمام خريطة العالم السياسية، أنا بين مجموعة متنوعة متباينة من الدول، بين أكبر الدول مساحة وهي روسيا الاتحادية، وأصغر الدول مساحة وهي الفاتيكان في إيطاليا، بين دول متباينة في الشكل، متباينة في موقعها. ده هيأثر عليها، أيوة هيأثر على قوتها الاقتصادية وبالتالي وزنها السياسي. الخريطة اللي قدامنا هي نموذج لجمهورية مصر العربية بحدودها الواضحة الصريحة المحددة. فداخل حدود تلك الدولة تمارس الدولة سيادتها. فماذا نعني بكلمة دولة؟ الدولة هي وحدة سياسية دايرة على الكلمة يا أولاد. وبكده هذه الوحدة تشغل مساحة محددة من الأرض. معروف أن مساحة الدولة زي مثلا 1,000,000 كيلومتر مربع، خلاص ده اتفاق عام واتفاق رسمي، وتضم سكانا دائمين شعب الدولة، ويحكمها حكومة تدير البلاد، تدير البلاد من الناحية الداخلية والناحية الخارجية. أنا لو حبيت أرتب هذا المصطلح بلغة نواتج التعلم، أقول مساحة من الأرض محددة بحدود سياسية متفق عليها وفق معاهدات مبرمة، معاهدات متفق عليها. الخطوة الأولى سكان الدولة الدائمين، طبعا لهم أهمية عظيمة جدا. سكان الدولة هم أصل الدولة، شعبها الأصيل المسؤول عنها، اللي بيدافع عن كل شبر من أرض الدولة. الحكومة التي لها السلطة وتدير البلاد من الناحية الداخلية والناحية الخارجية. علشان كده أنا عايز أقول لكم، لو ما فيش حكومة، لو ما فيش سلطة في أي دولة من الدول، منطقيا يرتبط عدم وجود سلطة يا أولادي بفوضى واضطراب في المجتمع، وبالتالي تتفكك الدولة. يعني عايز توصلني يا مستر إن أركان قيام الدولة أقدر أقول ثلاث شروط.
ثلاث مجموعات، ثلاثة قواعد، مثلث من ثلاثة أضلاع. قول اللي أنت عايزه، خليك مرن في مذاكرتك. الأرض، الشعب، السلطة الحاكمة. أيوة، الأرض هي مساحة اليابس التي يستقر عليها شعب الدولة ضمن إقليم معين، بيمارسوا فيه في هذه الأرض كل أنشطتهم المختلفة. وهذه الأرض محددة بحدود، زي ما قلت لحضراتكم، حدود متفق عليها وفق معاهدات مبرمة. جميل يا ولادي. طيب، الشعب دول أفراد الدولة اللي عايشين فيها، اللي هم أساس الدولة، السكان الأصليين للدولة، المنوط بيهم حماية هذه الدولة والدفاع عنها وعن كل شبر من أرضها، اللي بيمثلهم المجموعة البشرية التي تميز هذه الأرض. عشان كده لنا الفخر بنقول إيه يا أولادي؟ المصريون، أبناء مصر، شعب مصر الأصيل. هناك في الدولة حكومة حاكمة، الحكومة على رأسها الحاكم رئيس الدولة، والمجموعات المنظمة للعمل، الدولة المسؤولة عن الجوانب الداخلية والخارجية، الأمن الداخلي والخارجي، إدارة البلاد، تشريع القوانين، توفير الخدمات لشعب الدولة، حفظ أمن البلد مع اعتراف جميع دول العالم، الحكومة المصرية، رئيس الدولة. إذن الدولة كيان سياسي مكون من ثلاثة عناصر، ركز معايا: الأرض، الشعب، السلطة الحاكم. مساحة اليابس التي يستقر عليها شعب الدولة، الأفراد الذين يعيشون في الدولة هم أساسها، شعبها الأصيل الذي ينتمي لهذه الأرض، السلطة الحاكمة، الحكومة على رأسها الحاكم، ما أهميتها؟ رتب عناصر: إدارة البلاد، تنظيم شؤون الدولة، تشريع قوانينها، دستورها الذي يميزها عن الدول المجاورة. هنا تجد الدولة تملأ خريطة العالم، مجموعة من الدول في كامل قاراتها، وتنقسم القارات إلى مجموعتين. الكلام ده هنقوله مرة تانية عشان يبقى مثبت في ذهننا. بين قارات العالم القديم، إفريقيا، آسيا، أوروبا، بين قارات العالم الجديد، الأمريكتين وأستراليا، هناك تباين. أيوة يا مستر، تباين واضح تماما في المساحات، تباين واضح في المواقع، تباين واضح في شكل الدولة. ناخد تركاية كده جميلة اخواتي. حضرتك وانت بتتكلم قلت هناك تباين في مساحات الدولة بين اكبر الدول مساحة وهي روسيا الاتحادية، إلى أصغر الدول مساحة وهي الفاتيكان في إيطاليا. ندخل بسؤال: تقع أصغر دول العالم مساحة ضمن مناطق العالم النامي القديم، المتقدم القديم، النامي الحديث، المتقدم الحديث. يا مستر، المكتوب، المكتوب إن العالم منقسم لمجموعتين، عالم قديم وعالم جديد. طيب، العالم القديم آسيا، أفريقيا، أوروبا. أنا مذاكر إن الفاتيكان في إيطاليا، يبقى في أوروبا، يبقى بالاستبعاد بدون استكمال المعلومات.
هخرج من 3 و4، لأن أوروبا ضمن قارات العالم القديم، يبقى أنا ما بين. الإجابة 1 و2. طيب هي أوروبا من القارات النامية أم المتقدمة؟ المتقدمة يا مستر. يبقى أنا كده هعمل إيه يا أخوات؟ هقول إيه بقى؟ الإجابة تقع أصغر دول العالم مساحة ضمن مناطق. هيا يا أولاد، برافو. المتقدم القديم، المتقدم القديم، جميل. ركزوا جدا وننتبه بدقة. بص كده على الخريطة اللي قدامك، دقق النظر. أنا شايف خريطة الوطن العربي، وشايف إنها تضم مجموعة من الدول المتجاورة. شكرا. عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول لو في مجموعة من الدول المتجاورة، طب يا مستر ما الخريطة كلها دول متجاورة. أيوة استنى عليا، دول متجاورة لكن شعوبهم تربطهم روابط مشتركة، وحدة اللغة والدين والقومية والتاريخ والتقاليد والتراث. بنصوم شهر رمضان مع بعض، بنحتفل بعيد الأضحى المبارك مع بعض. يبقى مجموعة من البشر لها غالبا أصل عرقي واحد، تعيش على رقعة من الأرض لفترة زمنية طويلة. خلي بالك من التركية دي، لفترة زمنية طويلة. يربط بين أهداف أفرادها اللي عايشين على هذه الدول المتجاورة روابط مشتركة، وحدة اللغة والدين والقومية والتاريخ المشترك. أنا النهاردة أشرت لحضرتك في تركيا جميلة قوي. إيه هي؟ الدولة كيان سياسي، الأمة كيان اجتماعي. تفرق، تفرق جدا. إذا هناك وجه شبه ووجه اختلاف بين الدولة والأمة. يلا نقول كمان، الأمة هي مجموعة من البشر لها غالبا أصل عرق واحد، تعيش على الأرض على مساحة محددة لفترة زمنية طويلة. يربط بين أفرادها روابط مشتركة، زي إيه؟ وحدة اللغة والدين والقومية والتاريخ المشترك. جميل. طيب مين النموذج الأمثل؟ النموذج الأمثل الوطن العربي، الأمة العربية. هو مفهوم يجمع العرب جميعا يا أولادي في إطار جغرافي يشمل كل الأراضي التي يعيشون فوقها. لكن عايز أقول لكم حاجة، ودي مهمة جدا 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 جدا، قد تضم فكرة الأمة مجموعة من الدول. النموذج الأمثل هي الأمة العربية، نموذج كامل لمجموعة بشرية على مجموعة من الدول تجمعهم صفات مشتركة، لغة ودين تقاليد تراث تاريخ يتكون على مدى زمني طويل. في مجموعة تركات مهمة قوي في المشهد ده. تعالوا نبص على الخريطة اللي قدام حضراتكم. قد توجد الأمة في عدة دول مثل الأمة العربية، وقد توجد
داخل دولة واحدة. رتب أوي أوي خريطة، دي هتفيد حضراتكم جدا. نبص على مفتاح الخريطة وألوانها. النموذج الأمثل للأمة هي الأمة العربية، اللون واضح قدام حضراتكم يا فندم، ولكن قد تضم الدولة أمة واحدة. معقول؟ أيوة، قد تضم الدولة أمة واحدة. عد نموذج. أيوة، الأمة البولندية في أوروبا، الصين بمثابة أمة، اليابان. وقد تضم الدولة أكثر من أمة. الدولة الواحدة أيوة فيها أكثر من أمة، دولة سويسرا هنتكلم فيها حالا دلوقتي. وقد توجد الأمة في عدة دول. يبقى وانت بتذاكر رتب، قد تضم الدولة أمة واحدة هي بولندا، وينطبق المشهد على الصين واليابان، أو توجد الأمة في مجموعة من الدول مثل دول الوطن العربي، أو توجد الأمة جزء من دولة يا أولاد كالأكراد في بلاد العراق. وبناء عليه إيه وجه الشبه بين الدولة والأمة؟ ركز من فضلك، ما وجه الشبه والاختلاف؟ تلتقي الأمة والدولة على عناصر التكوين، أرض وشعب. ولكن 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 هناك وجه اختلاف يا أولاد. الدولة تمثل السلطة، أي الحكومة ركن أساسي جدا من أركانها، لا دولة بدون حكومة. ولكن الأمة لا تتطلب سلطة حاكمة. وبناء عليه ما الأثر الناتج عن هذا الاختلاف؟ أننا يمكننا القول بأن الأمة بذلك هي كيان اجتماعي، بينما الدولة كيان سياسي. ليه؟ لأن الدولة مرتبطة بوجود حكومة تدير البلاد، لكن الأمة ده كيان اجتماعي عبر مجموعة من الدول. جميل. وجه الخلاف الثاني يا أولاد، يمكن أن تتعدد اللغات والعادات والتقاليد داخل الدولة الواحدة. أيوة، قد تضم مجموعة من الأمم المختلفة، العرقيات، المجموعات الاجتماعية المختلفة. زي مين؟ دولة سويسرا. ركز جدا على خريطة أوروبا حضرتك. أيوة، امسك قلمك افتح خريطة أوروبا. فين سويسرا؟ دولة عرضية حبيسة، يعني دولة داخلية في قلب اليابس الأوروبي، إلى الشمال من إيطاليا، إلى الجنوب من ألمانيا، بين النمسا وفرنسا توجد سويسرا. الدول المحيطة فيها اقتضى الأمر إن سويسرا تضم أربع مجموعات يا أولاد: الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، الرومانشية. أكبر مجموعة بشرية اجتماعية تسكن سويسرا الآن هي المجموعة الألمانية، أكبر عدد يا أولاد يملأ المكان. يبقى أنا النهاردة أقدر أقول لنفسي وأنا بذاكر، الكشكول جاهز يا أولاد، ونكتب بعض المفردات. ما الذي يميز الدولة عن الأمة؟ الذي يميز الدولة عن الأمة وجود حكومة تبحث عن المصلحة العامة، تدير شؤون البلاد. لما نركز أكثر وندون هذه النواتج في كراسة النواتج الخاصة بينا، هنقول القاسم المشترك بين الدولة والأمة الأرض والشعب، وتتميز الدولة عن الأمة في وجود السلطة والسيادة. وهذا ما يؤكد المعلومة اللي قلناها يا أولاد، أن الدولة كيان سياسي، الأمة
كيان اجتماعي. طيب، اتنين، ركز جدا، يتميز مفهوم الأم عن الدولة بالبعد الزمني. ليه؟ لأن تكوين الأمة بيحتاج لوقت طويل، لفترة زمنية طويلة حتى تترسخ وتتأكد، عكس الدولة يمكن أن تنشأ في أي وقت. نتذكر انهيار الاتحاد السوفيتي في غضون أوقات صغيرة جدا، بسيطة جدا، فجأة لقينا نفسنا أمام دولة اتفكت في 15 دولة. طيب، يبقى ده تأكيد للمعلومة اللي بكلم حضراتكم فيها، يتميز مفهوم الأم عن الدولة بالبعد الزمني لأنها تحتاج لفترة طويلة حتى تترسخ وتتأكد، عكس الدولة يمكن أن تنشأ في أي وقت. الجزء الثالث مهم خالص، يصعب إطلاق لفظ الأمة على الشعب السويسري، عشان كده قلت إيه؟ قد تضم الدولة أكثر من أمة. ليه؟ بسبب التعدد اللغوي، عكس مين؟ عكس الشعوب العربية والشعوب البولندية. الشعب السويسري متعدد اللغات، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانشية، أكبرها عددا المجموعة الألمانية. ناخد التطبيقات الخاصة بالمشهد. السؤال الأول، اختر الإجابة من بين البدائل. يميز الأمة عن الدولة العامل الجغرافي، العامل السياسي، العامل الزمني، العامل البشري. لما بيجي لي سؤال زي ده، أنا إجابتي جاية عايدة على مين؟ عايدة على الأمة. يبقى الذي يميز الأمة عن الدولة، أيوة أنا في الشرح معاك وصلت للإجابة. السؤال الثاني، منطقة أثبتت قدرتها على الحفاظ على هويتها، تقع في شمال أفريقيا، في شرق أستراليا، في غرب أمريكا الجنوبية، في شرق أمريكا الجنوبية. أنا بتكلم في أمة لها سمات تجمعها، يعني أنا عيني على العالم العربي بشمال أفريقيا. السؤال الثالث، منطقة معترف بها تضم مجموعة من البشر تستخدم قوتها لإدارة موارد المجتمع، دايرة على تستخدم قوتها، إذن في حكومة تدير الأمر. الحكومة ترتبط بالأمة ولا بالدولة؟ بالدولة، تبقى الإجابة الدولة. اتعلم إزاي تحل السؤال من خلال قراءة رأس السؤال، العبارة التي تشير إلى مفهوم الأمة في العناصر الأربعة دول يا أولاد. قيام مجموعة بشرية بإجراء انتخابات تشريعية، اتخاذ قرار بعقد معاهدة سياسية، تميز مجموعة بشرية بتراث شعبي شديد الخصوصية، اتخاذ قرار بالانضمام لحلف عسكري. بطريقة الاستبعاد هستبعد واحد، هستبعد اثنين، هستبعد أربعة، هتكون الإجابة، لأن أنا بتكلم عن الأمة وليست الدولة. العنصر واحد واثنين وأربعة قرارات دولة، إجراءات حكومية تكون بها حكومة الدولة، لكن مجموعة بشرية لها تراث يميزها، هذا هو مفهوم الأمة. هيا لا يسعنا أن نتقدم بكامل الشكر والتقدير لفريق العمل. نلتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، يوم الخميس القادم إن شاء الله. نراكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.